وأريتكم أن الحسين أصيب. هذا كلام أبي بكر بن قريعة، من كلامي أنا، هذا كلام يمر عليه أكثر من 1000 سنة، من القرن الرابع الهجري، الآن إحنا في القرن 15 الهجري. وأريتكم أن الحسين أصيب من يوم السقيفة، ولأي حال، يعني كنت أراويكم لماذا، ولأي حال ألحدت بالليل فاطمة الشريفة. فاطمة الشريفة بضعة رسول الله، حبيبة رسول الله، الطهرة الطاهرة، الصديقة الكبرى، ليش وسط زوجها تدفنون بالليل؟ يا علماء المسلمين، يا علماء الأزهر الشريف، أناشدكم بالله، برسول الله، بالقرآن الكريم، فتشوا، دققوا، لماذا أوصت فاطمة أن تدفن بالليل؟ لماذا أوصت أن يعفى قبرها حتى السلطة وأعوان السلطة ما يعلمون إلى الآن، إلى هالساعة ما يعلمون موضع قبرها؟ ليش؟ لماذا؟ إذن كلها مربوطة، دفن فاطمة بالليل، ومذبح الحسين في كربلاء، وسم الحسن، وقتل أولادهم الطاهرين واحداً بعد واحد، إما بالسم أو بالسيف، هاي كلها جذور متصلة، كلها مرتبطة، القضية من هناك. ولأي حال ألحدت بالليل فاطمة الشريفة، ولما حمت، حمت يعني منعت، ليش منعت؟ ولما حمت شيخيكم عن وطئ حجرتها المنيفة، ليش منعت الشيخين أن تدخل، يدخل بيتها ويسلم عليها؟ ليش؟ ليش؟ نقدر نخطئ فاطمة والقرآن يشهد بعصمتها، وأبوها يقول فاطمة بضعة مني؟ وين الإنصاف؟ وين الإيمان؟ وين الإسلام؟ وين القرآن؟ ولما حمت شيخيكم عن وطء حجرتها المنيفة، ثم يقول أوهن، أوهن لبنت محمد ماتت بغصتها أسيفة. إذن فاليوم الانحراف بدأ من ذاك اليوم، من يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن يموت رسول الله بسويعات، بدقائق، يذكر البخاري ومسلم وغيره وغيره أن رسول الله قال ائتوني بدوات وبياض لأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. شوف شلون كتاب مهم، تدري هاي الكتاب شنو فائدته؟ لو كان مخلين رسول الله يكتب هذا الكتاب كان هالضلالات كلها ما صارت، هالفتن، هالمذابح، هالحملات الصهيونية على غزة وغير غزة، مذابح في فلسطين، مذابح في أسبانيا ما كانت راحت من عندنا، هالاختلافات بين المسلمين ما كانت، أمريكا ما كانت تتحكم بينا، بريطانيا ما كانت تغزو بلادنا، لو كانوا مخلين هذا الكتاب ينكتب. هذا البخاري، يقول البخاري، يقول رسول الله ائتوني بدوات وقرطاس لأكتب لهم، لأكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعدي أبدا. وإذا بمتكلمهم يقول إن الرجل ليهجر. الله أكبر، ماكو واحد من العلماء يحاسب هذا الرجل، من المنصفين، من العلماء، ماكو واحد يقول لهذا الرجل شنو هالكلام منك؟ رسول الله يهجر؟ رسول الله يغلط؟ الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما يخلوه يكتب الكتاب؟ ليش ما خلوه؟ هذين الأمور كلها لها جذور وأعماق. فمنذ حياة رسول الله كانت هنالك حملة قرشية، قريش كانوا يريدون القيادة والسلطة لهم،
كانت قريش بقية القبائل إلى جنب بني هاشم، بني هاشم لهم السقاية ولهم السدانة ولهم الإيش، قريش لها الكذا ولها الكذا. الآن خرج من بين بني هاشم رجل يدعو إلى النبوة، هاي ما تحملتها قريش، يجيبون نبي ثاني مقابل نبي بني هاشم. شافوا ما تنجرع، ولذلك كذبوا رسول الله. أبو سفيان أعلن الحرب على رسول الله 21 سنة، هو ومن معه، هو وأحزاب قريش. وأخيراً أراد الله أن يرغم أنف أبي سفيان وأنف قريش، فدخلوا في الإسلام كرهاً بقوة السيف، لا عن عقيدة لا عن إيمان، خضعوا للسلطة. أبو سفيان خضع للسيف لما شاف السيف على رأسه، لكن الجذور الأحقاد الفكرة موجودة في قلبه، ما راح فكرة التمرد على رسول الله ما راحت من قلب أبي سفيان إلى أن مات وابن معاوية وياه، وهذا التاريخ يشهد. لذلك بدليل أنه عند فتح مكة لما يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبه العم العباس، يقول له وقف أبا سفيان عند خطمة الجبل حتى ينظر إلى جنود الله. اسمع تعبير الرسول وتعبير أبي سفيان، شوف كلامه، كلام الرسول يقول حتى ينظر إلى جنود الله، ها أبو سفيان شنو قال؟ قال يا عباس، يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك، مو ملك الله، الله ما موجود عند أبي سفيان، لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فقال له أبو سفيان إنها النبوة، قال ها إنها النبوة من وراء خشمه، معناته إسلامه مو إسلام حقيقي. لو كان إسلام حقيقي يوم بويع عثمان، لما اجى عثمان اول اموي الى السلطه، ياتي ابو سفيان وهو ذاك اليوم اعمى فاقد البصر والبصيره، يدخل دار عثمان يقول هل فيكم احد غيركم؟ قالوا لا. قال يا بني عبد الشمس تلقفوها، يعني العبوا كره، هاي الخلافه لعب كره، العبوا بها كره، تلقفوها يا بني عبد الشمس، تلقفوا الكرة حتى تصير إلى صبيانكم، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار، يحلف لا جنة ولا نار. عثمان صح عليه، قال له اسكت، سخط الله، سخن الله عينك. قال سخن الله عينه من قال؟ ماكو أحد غيره. نعم هذا أبو سفيان. ونفس يوم مجيء عثمان الأموي للسلطة، يروح أبو سفيان يقول لقائده وديني إلى أحد، يجي يأخذ برمحه برجله يرفس قبر حمزة، حمزة سيد الشهداء عم الرسول شهيد الإسلام، يرفس أبو سفيان قبره بنعاله يقول قم يا أبا عمارة، فالأمر الذي كنت تنازعنا عليه صار إلى صبياننا. هذا عقيدة بني أمية وهذا تاريخهم. معاوية كان أشد من أبيه، لأن يوم الذي بايع أبو سفيان بحكم السيف، وراء 6 أشهر ظل معاوية يوبخ أباه يقول ليش بايعت، ليش صرت مسلم، ليش تركت دين الأصنام والأوثان. بعدين لما شاف صدق صدق، لا السلطة والمال والدنانير كل شيء صار هذا الجانب، اجى هذا الجانب طمعا في السلطة لا في الدين، دين ماكو.
زين إذا كان بنات الفكرة القرشية والأموية والصفيانية هذه أساسهم.